السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك اي كتاب بتذاكر منه فيكون افضل ان انت بتحدد اسئلة او تحوله لاسئلة وكده. الموقع دوت بيعتمد ان انت بتديله نص معين او موقع معين ويبدأ ان هو يجيب لك الاسئلة ويجيب لك الاجوبة، فبيعمل لك زي فلاش كارت بحيث ان انت تدوس عليها، اديته انت النص كله هو بيبدأ يحوله بقى لسؤال واجابة، سؤال واجابة وهكذا، بحيث ان هو يجهزك للامتحان. لو انت بتدور على النسخة المجانية فالنسخة المجانية هيديك 3 أسئلة بالذكاء الاصطناعي في الشهر، لكن النسخة اللي هي فلوس تقريبا $5 في الشهر unlimited مفتوحة معاك، تقدر ان انت تديله اي نص نصوص هو يبدأ يحولها لك لأسئلة وأجوبة.